وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم من السودان يسأل، أقول شخص يصلي العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر، في ماذا يفعل؟ يكمل صلاة العصر طالما أنه قد بدأ فيها، وليس له أن يغير نيته، فإن غير النية بطل صلاته إجماعا، لكن يكمل صلاته التي هو فيها، ثم بعد أن ينتهي منها يصلي بعد ذلك صلاة الظهر. فإن أراد بعد ذلك أن يعيد صلاة العصر من أجل الترتيب يستحب له ذلك، وإن لم يفعل فلا حرج. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم تحفيظه صوتيا في صريحة يوم الأحد 50 بخير من شعبان العام 43 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي والجميع عوث المسلمين، وفضل الله تعالى طالب رزقني بالرحمه يا رب العالمين، ويسر امورنا وافتح حوائجنا وسلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا. صلى الله